أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. هذا السائل يقول: أنا مصري ومقيم في عمان، وأريد أن أخرج زكاة شهر رمضان زكاة الفطر عن أولادي الذين هم في مصر، هل يجوز ذلك؟ يقول بأنه مصري ومقيم في عمان ويريد أن يخرج زكاة شهر رمضان زكاة الفطر عن أولاده الذين في مصر، هل يجوز ذلك؟ نعم، عليك أن تخرج الزكاة عنك وعن أولادك في عمان، والحمد لله لأنهم تبعوا لك، عليك أن تخرج زكاة الأولاد والزوجة معك، وإن كان الجميع في مصر أو في غير مصر هم تابعون لك، فعليك أن تخرج الزكاة عنه في محلك.